محافظ ريف دمشق يطلع على واقع الخدمات والبنى التحتية في قريتي إفرا وهريرة المحررتين في منطقة وادي بردة، وذلك بالتزامن مع عودة الأهالي إلى منازلهم. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. شو بدنا نصاب؟ شو أول شيء عملتي وقت رجعتي؟ كنسنا البيت، كنسنا وقلنا الوسخ لبرا ورحنا نمنع عند جماعة. شو بدنا نصاب؟ إن شاء الله هلا بنرجع كليتنا لبيوتنا، عندنا الأمن والأمان علينا. امتزجت دموع الحسرة عند أم محمد بدموع الفرح في عودتها إلى منزلها. حالها كحال كل العائدين إلى بقايا بيوتهم في قريتي إفرا وهريرة المحررتين في منطقة وادي بردة. الله يخلي لنا ياكم ويحمي شبابنا العساكر، كل أهلنا وأنتوا أهلنا وكليتنا. سوريا دولة متينة بعزها، وفشر كل من بده يهزها. والوطن الحمد لله انتصر، وانتصرت الدولة العربية السورية بإذن الله، وهذا اللي بنتمناه نحن. صرنا 3 أيام راجعين والأمور بخير الحمد لله، وإن شاء الله لأحسن. وهمة الجيش العربي السوري وهمة هاللمة الحلوة وهالعالم، الحمد لله ترجع البلد مثل ما كانت أحسن إن شاء الله. والله يبارك بكل مين عم ساهم بعمار هالبلد. عودة زامنتها جولة تفقدية لمحافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور همام حيدر للاطلاع على الواقع الخدمي للبلدتين بعد تحريرهما بفضل الجيش العربي السوري، مؤكدين سعي الدولة بكل مؤسساتها لتأهيل وإعادة بناء ما دمر وما خرب من قبل الإرهابيين. عم نطلع شو بيحتاجوا أهلنا بهريرة مشان نقدم لهم، راح تجيهم مساعدات غذائية، راح تجي المي، راح نبعتها اليوم، نبعت صهاريج دائمة لبين ما نأمن لهم المياه من آبار، هون نحفر آبار ونأمن لهم المياه لتوصل لكل أهالي هريرة. طبعا في وضع الخبز، الفرن هلأ زرناه، كان الفرن وضعه سيء كمان، لبين ما جهزنا وأهلنا الفرن راح نأمن كمان خبز لأهل هريرة. هلا راح يجيون، أول شيء راح نكون في تقدمة من محافظة ريف دمشق نساهم فيها مع أهلنا هون لبين ما يرجعوا هن أعمالهم وأشغالهم ويقوموا ويرجعوا، وبيدوا إيدنا بإيدهم إن شاء الله بدنا نعمر هريرة وترجع أحسن مكانة. بفضل الجهود التي وصلت هذه المنطقة إلى الأمن والاستقرار التي هي عليه الآن، وكما وصل الجيش العربي السوري، ستصل كل مؤسسات الدولة وستقدم كل الخدمات لهذه المنطقة على الرغم من الارتفاع الكبير لها وعلى الرغم من بعدها الكثير، لكن سيصل كل الخدمات والبنى التحتية إليها من كهرباء ومياه ومواد معيشية و غذائية وغيرها من احتياجات المواطن اليومية. رغم مرارة المشاهد وقسوة الحاضر التي تشي بالكثير من العمل المطلوب، إلا أن لإرادة الحياة ولقرار البقاء الكلمة الفصل هنا. اختتام فعاليات ملتقى الشباب القومي العربي الثاني بمشاركة واسعة للطلبة من 14 دولة عربية، والمشاركون يؤكدون في بيانهم الختامي على تعزيز مفهوم الوحدة الثقافية العربية والعمل على توعية الشباب العربي. اختتمت فعاليات ملتقى الشباب القومي العربي الثاني المقام في مدينة حمص داخل رحاب جامعة البعث بمشاركة واسعة للطلبة من 14 دولة عربية. هذا هو المؤتمر الملتقى الشباب القومي العربي الثاني الذي ينعقد في رحاب جامعة البعث. نحن حرصنا على استمرار هذا الملتقى لما له من أهمية في تعزيز الترابط بين الشباب العربي وخاصة دارسين في الجامعات السورية، لينقلوا حقيقة ما يجري في سوريا إلى أوطانهم. بالنسبة لأهداف المؤتمر كانت بالأول يعني خصوصا بعد انه انعقاد المؤتمر القومي 14 وتشكيك البعض بان سوريا قد تخلت عن مواقفها القومية وعن العمل العربي المشترك، اتى هذا الملتقى لتبديد هذه الشكوك ولترسيخ العمل القومي
والعمل العربي، ولتقول سوريا بأنها لم تتخلى بل هي متمسكة بهذا العمل القومي العربي المشترك أكثر من ذي قبل. خلاصة الورشات أو المواضيع التي تناولناها من خلال الجلسات التي قمنا بها، أخذنا القضية التي تهم الشاب العربي في الظرف الحالي وبالأخص ما يهم الشاب السوري. استمرت الفعالية لمدة 3 أيام، تضمنت عدة ورشات عمل خرجت بجملة من التوصيات في بيان ختامي أكد فيه العمل على مشروع ثقافي عربي قومي وتعزيز مفهوم الوحدة الثقافية العربية والعمل على توعية الشباب العربي. نحن اليوم طبعا جينا بالمؤتمر القومي العربي الثاني والذي انعقد من سنة ونصف المؤتمر القومي العربي الأول، وهذا المؤتمر هو يهدف إلى توحيد الأمة العربية وإعادة هيكلتها من جميع المشاكل والقضايا التي تمسنا في هذه الأيام. أهمية الوحدة العربية، حيث كان في هذا الملتقى 14 دولة عربية، هو عبارة عن جامعة عربية ولكن يمثلها الشباب القومي العربي من اليمن وفلسطين والسودان ومصر والأردن ولبنان من كافة الأقطار العربية. المشاركون عبروا عن تقديرهم لدور الجيش العربي السوري العظيم لصموده وتضحياته من خلال تصديه لهذه الحرب الكونية التي تستهدف وجود سوريا. مركز حميميم للمصالحة يقدم مساعدات إنسانية لمستشفى الباسل الإسعافي بحي الزهراء، تضمنت مواد طبية بالإضافة إلى توزيع 300 سلة غذائية للمرضى وعمال المشفى. ضمن إطار الدعم الروسي المستمر للشعب السوري، قدم مركز حميميم للمصالحة مساعدات إنسانية لمشفى الباسل الإسعافي بحي الزهراء في حمص. تضمنت المساعدات مواد طبية من أجهزة وأدوية بالإضافة ل 300 سلة غذائية للمرضى وعمال المشفى. شملت هذه المساعدات سلل غذائية تم توزيعها للكوادر المشفى، كما شملت أدوية وبعض الكماليات الطبية الأخرى. كان مع الوفد فريق طبي متنوع الاختصاصات، هناك أخصائي جراحة وأخصائي عينية وأخصائي عظمية، قاموا بفحص ومعاينة المرضى في قسم الإسعاف. اليوم اجت وافدة روسية من الطب، طبيب جراحة، طبيب عينية وطبيب داخلية، من شان مساعدة للمرضى موجودين إن بالمشفى، إنه روسيا قد ما ممكن بتحب وبتساعد للشاب السوري. نشكر القيادة الروسية لوقوفها إلى جانب الشعب السوري في دحر الإرهاب الذي يهدد مصالح الشعب السوري والروسي معا. نتشكر الشعب الروسي على وقفته معنا، ونحن وهن ان شاء الله ايد وحده لحتى نكافح الارهاب. احنا العاملين مشفى الباسل بالزهره بنشكر الشعب الروسي والقياده الروسيه على المساعدات اللي قدموا لنا اياها اليوم، وان شاء الله ايد بايد بنكون سوا لدحر الارهاب. نحن والشعب الروسي ايد بايد ان شاء الله بنكافح الارهاب كلياته بكل دول العالم مو بس بسوريا. كما قام الفريق الطبي المرافق بمعاينة المرضى المراجعين لقسم الإسعاف والذين أعربوا عن شكرهم للشعب الروسي لما يقدمه للشعب السوري، مؤكدين أن الشعبين في خندق واحد ضد الإرهاب. كاميرا الإخبارية السورية تجول في أسواق مدينة بانياس وترصد آراء المواطنين حول توافر كافة المنتجات وواقع الأسعار. مع إطلالة الشهر الفضيل انتعشت الأسواق في مدينة بانياس وامتلأت بالبضائع والمنتجات الرمضانية بمشهد عامر بما يشتهي الصائم في شهر الخير والبركة. كاميرا الإخبارية جالت في أسواق المدينة ورصدت آراء المواطنين حول توفر كافة المنتجات وواقع الأسعار. الأسواق كلها مقبولة والخضرة مقبولة والسوق كله مقبول، يعني كله مناسب الحمد لله، الوضع تمام إن شاء الله. الأجواء أحسن، الأجواء هلا صارت أحسن، الأمور طبيعية، الناس صارت تنزل على السوق بشكل أكثر من قبل، والناس كتير مبسوطة بالأسواق بالأسعار بالوضع. الوضع اليوم كتير تمام، والناس يعني صار عندها إقبال تنزل على السوق أكثر من قبل. والله أسواق رمضان حلوة الحمد لله،
الله يعيد علينا وعليك أن نفرج عن هالبلد يا رب. رمضان كريم، لازم كل شيء يكون في ظاهر، الخير ظاهر، والخير عندنا موجود والحمد لله كثير معبى الدنيا، وروح وين ما رحت الخير موجود، بس مثل ما قلت لك أنه الأسعار. رغم كل الظروف التي تعيشها سوريا، إلا أن إرادة الحياة لدى السوريين كانت أقوى من كل شيء، وخاصة مع الشهر الفضيل، حيث شكلت أسواق رمضان كالعادة ركنا أساسيا في الأجواء الرمضانية. مؤسسة بصمة شباب سوريا بالتعاون مع مدينة الأمل السياحية تقيم حفل إفطار خيري لذوي الشهداء المدنيين الجرحى والفقراء والأيتام. مع إطلالة الشهر الفضيل، أقامت مؤسسة بصمة شباب سوريا بالتعاون مع مدينة الأمل السياحية والملاهي حفل إفطار خيري لذوي الشهداء المدنيين الجرحى والفقراء والأيتام، وذلك بحضور أمناء شعب التربية لحزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة حلب. طبعا نحن ارتقينا أنه نتشرف ونتبارك بفطورنا مع ذوي الشهداء، لأن شهدائنا ودماء شهدائنا هي جسور للنصر، لنصر سوريا على الأعداء وعلى الإرهاب. وطبعا بالتنسيق مع بصمة شباب سوريا وشركاتنا بالمنشأة قمنا بهي الفعالية من دافع الوطني، دافع المحبة، ودافع توطيد أواصر المحبة والتكافل والتضامن بين أسر المجتمع السوري والمجتمع الحلبي. ما أردنا من هذا اللقاء أو هذه المبادرة أن نعيد رسمة الابتسامة على وجوه أطفالنا. طبعا هذه الأطفال هم شريحة من أبناء الشهداء والجرحى والأيتام. بصمة شباب سوريا دائما تقوم بالفعاليات المجتمعية التي تهتم بالمجتمع وخاصة ذوي الشهداء والجرحى. طبعا هذا النشاط أسميناه بموائد الرحمن، هدفنا إعادة سير التواصل بين أبناء الشهداء وبين المجتمع بشكل كامل. طبعا يؤكد دائما الشارع السوري والحلبي تحديدا تضامنهم الشديد مع أسر الشهداء وأسر جرحى المقاتلين الجيش العربي السوري، ودليلا على ذلك الموائد الرحمن اليومية في رمضان، شهر رمضان المبارك، التي تقام بعدة أماكن. نحن اليوم بمدينة الأمل عم طعمين بحدود 55 لل 60 ابن شهيد مع زويهم طبعا، وبعد الافطار في حملة العاب. نحن اليوم جايين نعمل نرسم البسمة على وجوه اطفالنا، اطفال الشهداء، الله يرحم الشهداء يا رب. حبينا نعمل شيء بسيط كتير كتير للاطفال، نعوضهم عن حنان ابوهم واهاليهم، والله يرحم الشهداء. جاي اليوم برمضان مع اشارك رفقاتي اولاد الشهداء، وكل عام وانتم بخير، الله محيي الجيش. اجي مع رفقاتنا اولاد الشهداء، الله محيي الجيش. رغم ظروف الأزمة التي عصفت بسوريا وما تزال، إلا أن أبناء حلب كانوا وما زالوا السباقين لعمل الخير الذي سيبقى من أولوياتهم محفوظا في شهر الخير والبركة. النقابات المهنية في الحسكة تنظم جولة على الحواجز والنقاط العسكرية للجيش العربي السوري، جرى خلالها تقديم عدد من وجبات الإفطار. تقديراً لتضحيات عناصر أبطال الجيش العربي السوري وصبرهم على الصعوبات وتحمل الصيام، وخاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، نظمت النقابات المهنية جولة على الحواجز والنقاط العسكرية للجيش العربي السوري، جرى خلالها تقديم عدد من وجبات الإفطار. أبت المنظمات الشعبية والنقابات المهنية إلا أن تقوم بعمل وجبة أفطار لحواجز الجيش العربي السوري، تقديرا منا لتضحياتهم الجبارة، تقديرا لصمودهم، تقديرا لشموخهم. وهذه ليست المبادرة الأولى، والجيش العربي السوري يستاهل من كل مواطن شريف في هذا الوطن أن يقدم له وأن يشاركه في وجبة الإفطار لأجل مقارعة الهراب ولأجل أن تكون سوريا كما كانت بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. لقد كانوا أبطالا حقيقيين، وكل ما نقوم به من 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 من, من, من جهود وتقديم إليهم هي قليل بحق هؤلاء الأبطال. عناصر الجيش العربي السوري أكدوا على صمودهم في وجه الإرهاب والاستمرار في محاربته حتى تطهير كافة الأراضي السورية. نشكركم على المبادرة
واللفتة الكريمة إن شاء الله هيك يا رب. يعني لفتة كريمة فعلا يعني حلوة طالعة إنه اهتمام بالجيش العربي السوري. نشكر الجهات المعنية. إن شاء الله رمضان كريم ينعاد على الجميع وعلى الوطن بكل خير وسلام. إن شاء الله رمضان القادم من تتحرر البلاد من الإرهابيين. نشكر كل من بادر ساهم بالمبادرة وقام بإطعام الجيش العربي السوري خطوة عزيزة، وشكرا كثير لكم. نشكرهم على المبادرة الحلوة اللي قدموا لنا إياها، ونحن نكون على العهد وباقين، ونحن نقدم لهم الشكر. رمضان كريم لعائد الشعب السوري وقائد الوطن، ونوعدهم رح نقاتل حتى نخلص سوريا من الإرهاب. عنوان للفخر والاعتزاز هم، ودرب مشرق للنصر هم. بدمائهم تعطر تراب سوريا نصرا وكرامة، وازدهر مستقبلها إشراقا وتفاؤلا. رجال الجيش العربي السوري، طوبى لكم.